السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم معنا أغنية لفنان جزائري، الفنان أحمد وهبي. أحمد وهبي هو أحد مؤسسي الأغنية الوهرانية الحديثة، الطابع الذي سمي آنذاك بالعصري رفقة بلاوي الهواري. نشأ العصري أبان أربعينيات القرن العشرين متأثرا بالموسيقى العربية خاصة المصرية وكبار فنانيها كمحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. أعطى أحمد وهبي للأغنية الوهرانية طابعا خاصا حافظ فيها على الكلمات والإيقاعات الوهرانية مع نكهة مشرقية. اليوم حنسمع أغنية أحمد وهبي وهران وهران. حطونا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف، ويلا نسمع الفنان الرائع أحمد وهبي في أغنية وهران. يلا أو الأصلية عليها هو طبعا نشر هذا الفيديو ما عليه. وهران رحت خسارة، هجروا منك ناس شطارة، إنه يغني متألما، ذهب الأسود من جوهرة الغرب الجزائري منجبة الأبطال. هجروا منك ناس شطارة، وهران رحت صوته هجروا منك ناس شطارة، قعدوا في الغربة ضخم حيارة، والغربة صعيبة وغدارة، قعدوا في الغربة حيارة، والغربة صعيبة وغدارة. إنه زمن القهر الاستعماري. اللقطات ترحل بنا إلى أجواء الخمسينات، ولكنه لا يتحلى ولا يتخلى عن الأمل، لذا يعاهد وهبي نفسه بأن لا ينسى وهران التي هي الجزائر مصغرة. يا الله يا فرحي على أولاد الحمري، تسمتينا وسيد الهواري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري، عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري، عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي، وهران جروح شبابي، وهران تنسي عذابي، وهران جروح شبابي، وهران تنسي عذابي، نحلفلك ما يطولش غيابي، ونعود بأهلي وأحبابي، والله ما يطولش غيابي، ونعود بأهلي وأحبابي. عليهم عيني بانجي كان رئيسهم، نعقل على ذات البخاصهم، يستخبر وسكات حواليهم، وعدي على الطحطاح وعدي، رح زين هزين ودادي، رجعت غمة في فؤادي، واللي تبكي والنادي، عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي، وهران جروح شبابي، وهران تنسيني عذابي، وهران جروح شبابي، وهران تنسيني عذابي، نحلف لك ما يطولش غيابي، ونعود بين أهلي وأحبابي، والله ما يطولش غيابي، ونعود بين أهلي وأحبابي. أنا أتساءل بس، هو شوف
بتقولوا حقيقي بده يسيب لبنان ويسافر كان في الفترة هاي مثلا؟ كله تحت في التعليقات. هي مش مجرد أغنية، أنا حساه هو بيحكي من قلبه. وغناها فعلا لأنه هو فعلا مسافر. أحلى سهريات بلادي تصبى والقلالي صادي، أحلى سهريات بلادي تصبى والقلالي صادي، يلي ماشي ليها غادي وصي يظهر في بلادي، يلي ماشي ليها غادي وصي يظهر في بلادي، وصي تاني على الناس تركوا دينهم حطوا الكاس، يكفينا من كاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة، يكفينا من كاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة. ومما يؤسف له ويحز في النفس أن الفنان الأصيل في بلادنا أصبح مهمشا، المبدع أصبح يعيش الضياع القاتل، بينما من يسمون بالفنانين التجاريين تصدروا القافلة، وهذا ما يقلق كل فنان كبير أصيل. خلينا أراكم هذا التقرير، جدا عجبني. أحمد وهبي فنان جزائري عاش بين وهران والدار البيضاء ووجدة، وظل نصيرا للأغنية الاجتماعية. في مقاطعة سيدي بليوت تصادفك لوحة على مدخل زقاق مليء بالحركة تحمل اسم أحمد وهبي، وتقول الروايات المجالية أن المقاطعة فضلت اسم رمز من رموز الغناء على الاسم القديم للزقاق والذي كان يخلد اسم يهودية. لا يقتصر حضور المطرب الجزائري وهبي على الزقاق البيضاوي، بل إن مدينة وهران مسقط رأسه تحتفي به بإطلاق اسمه على المعهد الموسيقي البلدي. ولد أحمد وهبي يوم 18 نوفمبر 1921 بمرسيليا من أب جزائري وأم فرنسية ذات أصول إيطالية. اسمه الحقيقي أحمد ريش التيجاني، لكن من شدة إعجابه بمحمد عبد الوهاب أجرى تعديلا على الاسم ليتحول إلى وهاب، وحين التقى بالفنان المصري يوسف وهبي عاد لتغيير الاسم ويحمل اسم وهبي، إذن صار اسمه أحمد وهبي. عاش الولد يتيما منذ أن كان في الرابعة من عمره بعد رحيل والدته، فنشأ وتربى هو وأخته الكبرى في بيت جده بمدينة وهران، وكان والده مغنيا ضمن مجموعة أصحاب البارود قبل أن يصبح من أشهر مؤدني المدينة. خلافا لما يتردد حول زيارته للمغرب في نهاية الستينات، فإن بعض المقالات الصحفية الجزائرية تؤكد زيارة وهبي الأولى للمغرب حين كان ضمن صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية فرع وهران في 1937، وكانت مدينة وجدة المغربية أول حاضرة مغربية يقطنها ضيفا عند بعض الجزائريين، ولشدة إعجابه بها غنى رائعته يا مدينة وجدة يا مدينة وجدة، وبدأ يخط طريقه مع الغناء مع عبد القادر الخالدي الذي أصبح كاتب كلماته الأول، وانتقل بعدها إلى تونس حيث شكل فرقة جبهة التحرير الوطنية التي كانت تقدم الأغاني الثورية والتراثية الجزائرية بقصد تعريف العالم وتحسيسه بقضايا شعوب المغرب العربي. بدأ اسم أحمد وهبي يتكرس كعميد للأغنية المغربية غرب الجزائر التي تميزت بغناء نصوص شعراء الملحون بألحان تمزج بمقاطع من الموسيقى الشرقية دون أن تغيب عنها التوابل الاجتماعية. قضى أحمد وهبي 10 سنين مغتربا في فرنسا، وفي 1950 سجل اسطوانته الأولى التي غنى فيها أغنية وهران، والتي استلهم منها الشاب خالد أغنيته الشهيرة روحي يا وهران. هذه الأغنية يروي فيها تجربة والده مع الغربة، علما أن الوالد ظل يتردد بدوره على المغرب وخاصة فاس لكونه واحدا من أقطاب الزاوية التيجانية. وبعد الاستقلال استقر أحمد وهبي بمدينة وهران حيث كان يدرس الموسيقى ويقود فرقة الإذاعة بوهران مع الفنان بلاوي الهواري. منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962 لم يبرح وهبي وهران إلا مرتين، الأولى ما بين عام 1965 إلى عام 1967 قاصدا فرنسا، والثانية بين 1969 إلى 1971 نحو المغرب، حيث قضى سنتين بين وجدة والدار البيضاء والرباط، إذ لا زال جيل الرواد يذكرون الأغاني التي سجلها وهبي في الإذاعة المغربية.
والتي حملت رسالة التقارب بين الشعوب. شغل وهبي عدة مناصب، منها الأمين العام للاتحاد الوطني للفنانين الجزائريين، وعمل جاهدا على تكوين اتحاد مغاربي للمطربين، وظل يواصل مسيرته في التلحين والغناء إلى أن أصيب بمرض صدري عضال ألزمه الفراش، وتوفي يوم 28 أكتوبر 1993 ودفن بمقبرة الجزائر العاصمة وليس وهران كما خطط لذلك. هو كان بده يعني يدفن في وهران، وكان رحيله فاجعة كبرى للطرب الجزائري. طب ليش ما دفنتوه يعني في وهران إذا هو كان بده يندفن في وهران؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش رأيكم في التقرير هذا، وإيش معلوماتكم عن الفنان أحمد وهبي، وإيش بتسمعوا له أغاني كمان، وإيش حابين أعمل عليه ردة فعل أغاني إله تانية. استمتعت جدا بالفيديو، فيديو جميل، لقطات جميلة من وهران قديما. دائما الإشي القديم بيكون أجمل وأجمل من الإشي الجديد، أنا هيك وجهة نظري، أنا هيك بحب الأشياء القديمة أكتر، وخصوصا كمان لما تكون بالأبيض والأسود بتكون عندي أجمل وأجمل بصراحة. بس هذا كان فيديو اليوم، حطوا لنا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف، ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.